يحيى من عند يعطيه 18 لابي يخليه يموت هنا في الجزائر، ما تدي الحبس ما والو، عاقبه ب 18 لابي ويشوفوا المواطن الجزائري واش راه يعاني. كيف راه عايش ب 18 لابي؟ على بالك تشريها مقنين ولا تشريها ترينينكا او يحيى؟ اعطيهم 18 لابي اللي سرقوا كاع، اعطيهم 18 لابي وخليهم يموتوا هنا في الجزائر وشوفوا كيف يعيشوا اخويا، وهذه هي ويتنحوا كاع. بربي ان شاء الله يروحوا ومن هذو مطمعين، راهم كلاونا، راهم كلاونا يا خويا العزيز، راهم ما خلاونا والو.